مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، خصصناها اليوم عن نازحي الحديدة في عدن ولحج. منذ نوفمبر من العام الماضي وهو بداية التقدم العسكري نحو مديريات جنوب الحديدة، بدأت قوافل النزوح تتجه نحو عدن وما حولها طلبا للأمان، وتوالت دفعات النازحين بكثرة مع انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة مطلع يوليو الماضي. وبلغة الأرقام فإن نازح الحديدة إلى محافظة عدن وأبين ولحج والضالع تجاوز أكثر من 8000 أسرة تقريبا، معظمهم في عدن وأبين، وأكثرهم نزلوا لدى أقارب ومعارف لهم يعانون شظف العيش دون رواتب ولا مصادر للدخل. ونتيجة لضعف سيطرة الشرعية في مناطق عدن ولحج، يتعرض نازح الحديدة من وقت لآخر لاعتداءات متكررة نتيجة للتحريض المناطقي، ويدفعون ثمن خلافات بين قوى متصارعة، وبين هؤلاء وأولئك لا يزال الأمان هو المطلب الأهم بالنسبة لنازحي مخيم الشوكاني في لحج، الذين تعرضوا 3 مرات لاعتداءات من قبل مسلحين يتبعون مدير الأمن. ويبدو أن معاناتهم ستتكرر كون سلامتهم مرهونة بحل الإشكال بين مدير أمن لحج والجهة التي نصبت خيام النازحين في أرض محل خلاف مسلح. حوادث الاعتداء على نازح الحديدة لم تعد نادرة لأنها تتكرر ولا تزال، وذلك يجعلهم ضحية للتحريض المناطقي من جهة، وضحايا لضعف الدولة وفشل التحالف والمجتمع الدولي في حمايتهم كالتزام أخلاقي توجبه المواثيق الدولية. على من تقع مسؤولية حماية النازحين؟ وكيف يمكن ضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات واعتداءات؟ وما الحلول الكفيلة بتأمينهم؟ في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن الناشط الحقوقي طارق سرور، ومن عدن أيضا المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، ومن الأردن ستكون معنا إيناس زايد المستشار القانوني للمرصد الأورو متوسطي. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من عدن الأستاذ طارق سرور. مساء الخير أستاذ طارق. مرحبا ومساء الخير. أهلا بك أستاذ طارق. بداية، ما الذي يحدث لنازحي الحديدة في عدن ولحج؟ أخي الكريم، قضية النازحين قضية مؤلمة وقضية كبيرة تكاد تصل إلى كارثة إنسانية بمعنى الكلمة. عندما نتكلم عن النازحين داخليا نتيجة النزاعات المسلحة، القضية فعلا مؤلمة بشكل كبير جدا. النازحين هؤلاء يتعرضون لمعاناة كبيرة تبدأ من بداية استخدامهم كدروع بشرية من قبل ميليشيات الانقلاب الحوثية في المناطق التي تبدأ فيها الحروب، مرورا إلى عدم وجود ممرات آمنة وفتح ممرات آمنة لهم من قبل طرفي الحرب للخروج إلى مناطق آمنة وإلى مناطق المخيمات، أيضا عبر تعرضهم عند انتقالهم لكثير من عمليات الألغام والقصف الجوي، وصولهم إلى المناطق الآمنة المفترض أن تكون آمنة. قبل ذلك أيضا تعرضهم للعنف الكبير من قبل كثير من النقاط الأمنية التي تزيد من معاناتهم ولا تحترم وضعهم الإنساني، وتعيد كثير منهم أطفال ونساء يواجهوا مصيرهم مع ميليشيات الحوثي الإنقلابية للأسف، ومن يصل إليهم منهم إلى المناطق التي المفترض أن تكون آمنة تبدأ هنا المعاناة الحقيقية لهؤلاء النازحين. المفروض أن يكونوا محميين دوليا بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يجب على الدولة أن تحميهم، وعلى المنظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نعم أيضا اسمح لي أستاذ طارق، الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بحمايتهم وتأمين كافة الرعاية لهم. أستاذ طارق لكن هؤلاء للأسف الشديد يصلوا إلى مناطق لا يعرفون فيها أحد. أستاذ طارق تسمعني الآن، تتحدث أستاذ طارق عن نازح الحديدة وكأنهم في ضعيف إلى حد ما. أستاذ طارق
تتحدث عن نازحي الحديدة وكأنهم نعم. في دولة أخرى وليسوا يمنيين وفي محافظات يمنية أيضا. نعم هذا للأسف الشديد، هذا جزء من معاناتهم أخي الكريم، وهذا ما أنقله وأنا قريب إلى حد ما منهم، وهذا جزء فقط بسيط مما يعانوه. وصلنا إلى أن يصلوا إلى المناطق المفترض أن تكون آمنة، ويجب أن تتوفر لهم فيها كافة الرعاية وأن تتوفر لهم المخيمات الكافية لهم، لكن للأسف الشديد هناك مخيمات بسيطة تتواجد في عدن ولحج وأبيان. مثل ما ذكرتم في التقرير بأن وصل عدد النازحين من الحديدة ما يقارب 8000 أسرة، وأنا عندي بآخر إحصائيات الآن تجاوزوا 9000 أسرة. من بداية الحرب كانت هناك 4000 أسرة في هذه المناطق، ومن يوليو مع إعلان تحرير الحديدة زاد العدد وتضاعف 5000 أسرة، فأصبح الإجمالي 9000 أسرة من الحديدة. المخيمات لا تتسع إلا لما لا يزيد عن 2000 أسرة، بينما بقية الأسر تعيش في مناطق متفرقة وعند معارف لهم وفي أوضاع سيئة جدا، ولا تصل لهم لا المنظمات الدولية ولا الدولة ولا اللجنة العليا للإغاثة ولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا الوحدة التنفيذية للمخيمات النازحين. يعيشون هؤلاء متفرقين في مناطق الفارسي، في البريقة، في كريتر، في الكود العثماني، في منطقة المحاريق، في الممدارة، بظروف جدا جدا سيئة. نعم. يندى لها طيب. الجبين. طيب هنا واجب علينا، واجب على الدولة، واجب نعم. على نعم. سنتحدث أيضا عن واجب الدولة أمام كل هذه يعني الاعتداءات التي تطالهم، وأيضا عدم توفير احتياجات النازحين في هذه المحافظات. ولكن اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من عدن منسق الإغاثة في اليمن الأستاذ جمال بالفقيه. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور، أهلا بك أستاذ جمال. هل يعقل أن يعامل نازحو الحديدة وكأنهم ليسوا يمنيين وكأنهم من دولة أخرى؟ اعتداءات متكررة، عدم تأمين يعني أماكن نزوحهم، عدم توفير لهم ما يحتاجون، لماذا برأيك؟ إغاثة دورنا الحقيقي ودورنا الأساسي هو التنسيق مع جميع المنظمات الدولية والمحلية لإيصال عن أي إغاثة لأي جهة معروفة. أستاذ جمال، أستاذ جمال اسمح لي ولو معذرة على المقاطعة من بداية حديثك، ولكن أنا الآن ربما أتحدث معك أيضا كإنسان، حتى لم يكن دورك فقط هو التنسيق، لكن عندما يعامل نازح الحديدة بهذه الطريقة، ما هو موقفك أيضا كشخص من أبناء عدن وترى نازح من أبناء بلدك يعامل بهذه الطريقة؟ نحن بالعكس، نحن بالنسبة لعملية المخيم الذي تم والذي عمل في محطة الرباط وكذلك في داخل اللحج، نحن لنا دور أساسي في إنشائه مع السلطة المحلية في محافظة الحديدة. نحن عملنا أكثر من زيارة إلى هذا المخيم، نحن قدمنا إليهم كثير من الإغاثات عن طريق الهيئة الكويتية وعن طريق مركز سلمان وعن طريق بعض حتى المنظمات الدولية. طبعا يوجد قصور، لكن يعني مش لا يوجد نحن لا يكون فيه اهتمام موجود. وفرنا لهم في منطقة هذه الرباط، وفرت لهم الخيام، وفرت لهم الوحدة الصحية، وفرت لهم المياه، وباستمرار كان احنا متطلعين مع السلطه المحليه في الحديده بزيارات مكتبه. طبعا الاحداث اللي تحصل هذه احداث فرديه، ليس لها علاقه بعمليه الانتهاكات بشكل كبير، وانما قد تكون فرديه لاسباب معينه يا جاري التحقيق فيها. وكنا قبل 4 أيام 5 أيام نزل وكيل المحافظه وقدمت ملف كامل للنيابه وللحكومه بتتبع من قام بهذه العمليه وعمل هذا العمل الاجرامي. انما عمليه ان استقبال النازحين من ابناء عدن بالعكس استقبال كبير جدا، لا احد يعني احد يتعرض لهم من ابناء محافظه عدن، ويكونوا معززين مكرمين، وسواء كان في بيوتهم او في بيوت مستاجره، ونحن وصلنا اليهم في منطقه الفارسي وقدمناها للاغاثه وكذلك قدمنا لهم كثير من الاحتياجات الموجوده. طيب استاذ جمال، مع هذا نعم استاذ جمال، مع هذا الدور الذي تقومون به وفق المتاح لديكم على الاقل ما نسمعه ونتحدث منه، يعني تتحدث معنا دائما بكل هذه
النقاط التي تذكرها دائما والدور التي أنتم تقومون به في المنظمة. لكن الآن هذا المخيم أصبح ربما محل خلاف بين الحين والآخر، يتم الاعتداء على هؤلاء النازحين، ألا يمكن إيجاد بديل لهؤلاء النازحين مكان آخر أكثر أمن، أكثر يعني احتراما لهؤلاء الناس الذين نزحوا بسبب الحرب؟ طبعا احنا بالنسبة لنا من بداية طبعا نحن نوهنا بوجود مراكز استقبال بشكل مباشر، وبلغنا المنظمات الدولية ومركز سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، وبدأوا بتنسيق العملية وعمل مخيمات موجودة في منطقة الخوخة. والمخيمات هذه يعني للسلطة المحلية بعد كم شهور بعد ما بدأت تأهيلها، هذه المخيمات موجودة. وبالنسبة نحن على أساس نسعى بنقل جميع النازحين لهذه المخيمات أو مناطق آمنة أكثر. نعم. ليس من أي من عملية موجودة. نعم. يعني منطقة الرباط أستاذ جمال كانت ربما غير مهيئة ولم تكن في خطتكم أنتم في اللجنة من أجل يعني جعلها مكان للنازحين. لا طبعا هنا نحن منطقة الرباط احنا لما اخترناها انها كان تابع لواحد احد المنظمات المحلية الموجودة، اساس انه هو تبرع بالارضية انها تكون تابعة للمخيم، وتواصلنا مع السلطان المحلية في محافظة لحج موجود وبدأ النازحين يأتوا إليه، ونحن كبداية موجودة لأن كنا على أساس نحن سنضعهم للمدارس، لكن وجدنا وجودهم كمخيم والتقى معهم بحيث الوصول يكونوا أكثر، وكانت البداية صعبة. وإنما وجدت أن هذه المنطقة هي منطقة قد يكون فيها صراعات شخصية بالنسبة للعراق أمور معينة، ولهذا نحن يعني لما كان في المرة الأولية عندما حصل الانتهاك الأولي فنحن يعني بحثنا عن هذا الموضوع، وجدنا أن العملية أن نشكل لجنة من سلطة محلية في المحافظة ومحافظة لحج واللي قايمين في المخيم. لكن الانتهاك الأخير يتم طبعا هو في ناس خارجين على القانون وأطلقوا الرصاص وأدى إلى احتراق 3 مخيمات ولن يصيب أحد من النازحين، لكن بشكل عام هذا الانتهاك هذا نحن لا نرضى عنه ولا ترضى عنه الحكومة ولا نرضى على أي إنسان موجود. نعم. لكن البحث الآن الجديد نحن ننقله لازم هذه المخيمات لمناطق في منطقة ثانية، سواء كان في محافظة عدن أو في محافظة لحج، في أراضي موجودة خاصة للدولة بعيدة. نعم. عن أي صراع على هذه على الأرض. أستاذ جمال أتمنى أن يكون هذا الملف من أولويات اهتمامكم و يعني تعملون على حل هذه الإشكالية التي يتعرض لها هؤلاء النازحين وتهان كرامتهم واعتداءات متكررة بصورة لا تليق يعني باليمنيين ولا تليق أيضا بأبناء عدن وأبناء لحج الذين في نهاية المطاف نحن إخوان وأهل ويعني من بلد واحد وتجمعنا يعني أرض واحدة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال، وأشكرك لتعاونك الدائم معنا وفي كل ما يعني نحتاج الاستفسار حول هذه المواضيع التي تخص اللجنة وأنتم دائما في الصدارة. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال. أعود إلى عدن عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ طارق سرور. أستاذ طارق، سمعت من الأستاذ جمال ربما هناك جهود كثيرة وربما كان هناك خطأ في يعني تحديد هذا المكان في الرباط وهو محل خلاف وهو ما يسبب هذه الاعتداءات، كما يقول الأستاذ جمال هي من عناصر خارجة عن نظام القانون ولا يرضها أحد. لكن سمعنا أيضا من ضمن من يعتدون على النازحين ربما من يتبعون مدير أمن لحج، هل فعلا يعني هذه الاعتداءات هي ناس خارج إطار الدولة أم أيضا هي ممنهجة وتشرف عليها حتى من قبل مدير أمن لحج؟ للأخي الكريم، أول قضية الاعتداء على النازحين وتكرارها في مخيم الرباط هي قضية فردية. أنا هنا يجب أن نفصل بين قبول المواطنين في الجنوب لإخوانهم من النازحين من تهامة، قبول جيد وإيجابي وبحسب إمكانياتهم البسيطة. لا يجدوا النازحين من قبل المواطنين أي عوائق أو أي عدم قبول، لكن هنا نحن نتكلم عن الاهتمام الحكومي بالنازحين، عن دور اللجنة العليا، عن دور وزارة التخطيط، عن دور الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، عن دور السلطة المحلية باهتمامها بالنازحين كواجب من واجباتها الأساسية. مخيم النازحين اللي في الرباط وهو تبرعت به مؤسسة الشوكاني مشكورة، وكان يجب أن يكون للدولة أو للجنة العليا أو يد في تحديد الأرضية المناسبة. الواضح أن هناك خلاف على هذه الأرضية ما بين الشيخ علي الضبياني مالك أو مدير مؤسسة الشوكاني وبعض المتنفذين الآخرين.
لا نريد أن نظلم أحد أو نحمل أحد المسؤولية، لكن كان الاختيار اختيار غير موفق، والضحايا هم النازحين فعلا مثل ما ذكر الأخ جمال بالفقية، وكنت أتمنى أن يظل معنا بأنه شكلت لجنة من بعد أول حادث اعتداء، ولكن للأسف الشديد هذه اللجنة لن تعمل شيء، فقد تكررت حوادث الاعتداء وبلغت يوم السبت الماضي الحادث الخامس. فأؤكد بأن الاعتداء هو نتيجة خلاف على الأرضية التي أقيم عليها المخيم، وهو حالة فردية، هناك 9 مخيمات أخرى في لحج وفي أبيان لم تتعرض لأي إيداء. هنا يجب أن نفصل ما بين الاستقبال الإيجابي والجيد من إخواننا وأهلنا في عدن ولحج وأبيان من قبل المواطنين برغم أوضاعهم أيضا السيئة، وبين التقصير الكبير، هنا أقول وأؤكد التقصير الكبير من قبل الحكومة، من قبل اللجنة العليا، من قبل السلطة المحلية، من قبل منظمات الأمم المتحدة. أنا أخشى هنا فقط، لا أريد أن أصل إلى أن يكون هذا التقصير نتيجة تمييز عنصري، كون هؤلاء النازحين هم من أبناء تهامة الذين لا حول لهم ولا قوة، بينما إذا كانوا من منطقة أخرى ستجد الكل يهتم بهم، مثل ما حدث مثلا لحادث الأطفال في صعدة. فأؤكد هنا 9000 أسرة من تهامة نازحة في إقليم عدن، ألا يشكل هذا جرس إنذار كبير، ويجب أن يتحرك معه الجميع، ويجب أن يعتبر هذا كارثة إنسانية كبرى يتعاون فيها الجميع لحل هذه المشاكل. نعم. لحل مشاكل هؤلاء النازحين الذين يتعرضون يوميا لشتى أنواع العبث، ولا يستطيعون أن يجدوا لقمة العيش. المخيم هذا فقط يتسع ل 430 أسرة بحسب آخر إحصائية وما تم توزيعه له اليوم من مواد غذائية. أقول بأن هناك 9000 أسرة أخرى يعيشون في العراء ويعيشون في ظروف سيئة، يجب أن تهتم بهم هذه المنظمات، ويجب أن اللجنة العليا تتحمل مسؤوليتها، يجب أن يتم عمل مؤتمر دولي إنساني لإغاثة هؤلاء النازحين. يجب الحكومة تتحمل مسؤوليتها بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأوتشا ومنظمة الصليب الأحمر وبقية ومركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وبقية المنظمات الدولية في إنقاذ هؤلاء النازحين. طيب أخي الكريم، لا يوجد تنسيق ما بين هذه الجهات، والعمل عمل ضعيف جدا جدا. نتحدث عن هذه الجزئية. نعم. ما يعمله الميليشيات الإنقلابية في صنعاء هو أعمل هو عمل أكثر تنظيما، ويستحوذ على مخصصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالرغم بأنه لا يذهب لهؤلاء النازحين ولكن يذهب لدعم المجهود الحربي. طيب سطارق أخي الكريم، ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العام الماضي 2 مليار دولار و200 مليون خصصات للنازحين من الحرب، كنت تسمع الذين قدمتهم المفوضية بلغ عددهم أكثر من 2 مليون. أين نصيب نازحي تهامة من هذه المبالغ؟ وأين دور الحكومة في تقديم الخدمات لهؤلاء النازحين؟ طيب سطارق، نعم نتوقف عند هذه الجزء، سنتحدث بصورة يعني أكثر تفصيلا حول هذه النقاط التي ذكرتها، لكن اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من عمان الأستاذة إيناس زايد، مستشار قانوني للمرصد الأورو متوسطي. أستاذة إيناس مساء الخير. مرحبا بك أستاذة إيناس، أنتم كيف تتابعون حال النازحين من أبناء محافظة الحديدة وأيضا الاعتداءات المتكررة لهم؟ نعم، يعني أنا مأساة النازحين تحديدا في الحديدة وفي باقي المناطق، هي مأساة تضاف إلى مجموعة المآسي التي تحدث في المناطق. النازحون الآن ينتقلون من حرب إلى حرب، فعليا يعني النزوح، فكرة النزوح تقوم على قيام الأشخاص بترك أماكن تواجدهم إلى أماكن أكثر أمانا، ولكن لا يوجد مكان أكثر أمانا في اليمن اليوم، ولا يوجد مكان أكثر أمانا في سدل على وجه التحديد. هناك ضربات عشوائية وهناك تراشق من الاتهامات من قبل أطراف النزاع من أجل إلقاء اللوم على كل طرف لتنفيذ هذه الهجمات، فيما تضيع دماء الأبرياء هدرا ولا يوجد هناك من ينصفهم. فعليا قد راقبنا يعني عن تمركز أورو متوسطي التقرير الذي صدر اليوم أيضا عن الأمم المتحدة، والذي تحدث عن ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين وخاصة فيما يتعلق في النازحين في الحديدة. نعم. هؤلاء الأشخاص الذين فعليا تم ارتكاب كافة أنواع يعني أو كافة تم انتهاك كافة
قواعد القانون الدولي الإنساني بحقهم، ومن أبرزها قاعدة التمييز بين المدنيين والعسكريين وقاعدة التناسب والضرورة العسكرية كذلك. هذا التقرير جاء وقد حمل بين ثناياه العديد من الحقائق المهمة والتي تكشف عن من هم الأشخاص المتورطون في القتل المتعمد لهؤلاء النازحين، وهي المشكلة الكبرى التي يعاني منها النازحون الآن، بالإضافة إلى مجموعة المآسي الأخرى المتمثلة في صعوبة الحياة وقلة الاحتياجات الأساسية من مأوى وغذاء وماء، بالإضافة إلى تفشي مرض الكوليرا، وهذا الأمر أيضا يحصد أرواح المدنيين الأبرياء دون حتى وجود فرص العلاج لهم. نعم. طيب أستاذة إيناس، من المعني بحماية هؤلاء النازحين وكيف يمكن أيضا إلزامهم بحمايتهم؟ المسؤولية الأولى تقع في حماية كافة المدنيين على أرض اليمن، هي على الحكومة الشرعية التي تعد الممثل القانوني، وهي تعد صاحبة السلطة والصلاحية من أجل توفير كافة الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المدنيين. هذا من ناحية. يأتي الدور الثانوي للمنظمات الإغاثية والأممية التي يعني تعبر عن مسؤولية المجتمع المدني تجاه هؤلاء الأشخاص، لأن الحرب التي الآن يعاني منها اليمنيون هي حرب دولية وليست نزاع داخلي، هي فعليا حرب يشارك فيها أيادي خارجية، وهذا الأمر يلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية رعاية هؤلاء المدنيون خلال هذا النزاع المسلح، وبالحد الأدنى السماح بإدخال كافة المساعدات الغذائية والعلاجية إليهم حتى يتمكن من البقاء. أما الصمت عن أي انتهاك يحدث في حق هؤلاء النازحين فهذا الأمر غير مقبول، وأيضا يضع المسؤولية على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإغاثية أيضا بالدرجة الأولى. نعم. برأيك الإجراءات من ناحية قانونية أستاذة إيناس ضد من يمارسون هذه الانتهاكات بحق النازحين ما هي؟ هذه الانتهاكات كما ذكرت لك وبتدرجاتها، يعني بدءا من الانتهاك الأعظم وهو الحرمان من الحياة أو القتل خارج نطاق القانون، وصولا إلى الظروف المعيشية الصعبة، وأيضا الظروف الأخرى المتعلقة بالحرمان من التعليم ومن حرمان العمل، وهذه الانتهاكات أيضا الممتدة والمركبة أيضا، هذه كلها تعد انتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني وقانون دولي حقوق الإنسان، ويجدر معاقبة كل شخص متورط في هذه الانتهاكات وعرضه على العدالة، لأن هؤلاء المدنيون يجب أن يلاقوا الإنصاف ويجب أن يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت فيهم. العديد من الأبرياء الآن دفعوا ثمن تكلفة هذه الحرب ولم يكن لهم أي يعني مشاركة فعلية ولا حتى غير مباشرة في أي عمل عدائي على أرض الواقع. لماذا تم استهدافهم ولماذا تم تشريدهم بهذه الطريقة؟ هذا الأمر يجب أن يحاسب كل شخص متورط فيه وأن يعرض إلى العدالة لينال العقاب، ويكون أيضا هناك رادع من أجل عدم استمرار هذه الانتهاكات، لأنه وكما تعلمون فإن الانتهاكات بحق اليمنيين مستمرة، لا يوجد هناك حد لهذه الانتهاكات، وكل يوم نسمع بمجدرة جديدة دون وجود أي تحرك من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد. لذلك لا بد من دعم سياسة عدم الإفلات من الأسلام. طيب نعم أستاذ إيناس، سؤال أخير فقط، هل يمكن أن يكون لكم أنتم دور في المرصد الأورو متوسطي لزيارة هؤلاء النازحين إلى عدن ولاحج الاطلاع على وضع على أوضاعهم تقديم الدعم لهم أم لا؟ فعليا نحن كمركز أورو متوسطي لدينا الرافدون الذين يقومون بجمع وتوثيق الأدلة والانتهاكات على أرض الواقع، بالإضافة إلى منظمات الشريكة للمركز مثل منظمة سامي لحقوق الحريات، وهناك تواصل مباشر مع العديد من الأشخاص الذين يزودون في الشهادات الحية عن ما يحصل في اليمن، ولكن كمنظمة حقوقية نحن يعني ينصب جل عملنا على توثيق ورصد هذه الانتهاكات وتقديمها إلى المحافل الدولية وبخاصة مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة. إنما المساعدات الإغاثية وتقديم هذه المعونات هي من اختصاص المنظمات الإغاثية كالصليب الأحمر وما إلى ذلك، ونحن أيضا على تواصل مع تلك المنظمات من أجل إيصالها في المعلومات التي تنبئ عن وجود يعني الأشخاص الذين يحتاجون لهذه الإغاثة، ولكن كما ذكرت لك التضييق الذي أو القيود المفروضة على إدخال هذه المساعدات والحصار المفروض على اليمن والذي يمنع الكثير من المساعدات من الدخول هو الذي يحد من وصولها إلى مستحقيها، وهذا الأمر الذي يجدر التحرك
نعم، شكرا جزيلا لك يا أستاذة إيناس زايد، مستشار قانوني للمرصد الأورو متوسطي، كنت معنا من عمان. مشاهدينا الكرام، الآن سنذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي عدها الزميل وديع عطاء، رصدت فيها الانتهاكات التي طالت نازح والحديدة في محافظة عدن ولحج، نتابعها ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، اذا تابعنا هذه الماده المعلومات الذي اعدها الزميل وديع عطا، واعود الى عدن عبر الاقمار الاصطناعيه مع الاستاذ طارق سرور. استاذ طارق، اذا تابعنا هذه الماده المعلوماتيه التي رصدت العديد من الاعتداءات وربما هي متكرره، وانت ايضا تحدثت عنها بصوره اكثر. الان كنت تتحدث قبل الفاصل عن موضوع الحكومه الشرعيه ودورها وعدم الاهتمام الكبير بهؤلاء النازحين، أيضا غياب المنظمات التي تدعم نازحي الحديدة والتعامل معهم ربما بصورة غير يعني لا ترقى بحجم المعاناة التي تطالهم في عدن ولحج، وأيضا ذكرت نموذج آخر ميليشيا الحوثي بأنها تستغل كل الدعم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها ولا يعني تهتم بالنازحين حتى في المناطق يعني الخاضعة للانقلابيين. إذا الآن المشكلة وجوهر الحديث، من هو أو من بيده خيوط كل هذه اللعبة من أجل يعني حماية هؤلاء النازحين، دعمهم، تقديم المعونات الإغاثية، برأيك من هو؟ طبيعي يا أخي الكريم، الحكومة الشرعية يجب أن تتحمل دورها ومسؤوليتها، وهذا موكل إليها بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحمل الحكومات الشرعية حماية النازحين والمشردين نتيجة الحرب أو الصراعات المسلحة. ونحن نتكلم هنا عن حكومة شرعية معترف بها من المجتمع الدولي ولها تواصلها الكبير ومدعومة من قبل تحالف دولي كبير وله تواصل كبير مع المنظمات الأممية، فهذا يجب أن يكون من أولويات الحكومة. يجب أن يكون عمل حماية النازحين مترافقا لعمليات الحرب، مترافقا لعمليات التحرير، لا أن يكون هناك عمل منفصل للعمل العسكري بينما يترك المدنيون يواجهوا مصيرهم بأنفسهم. هذا تقصير وهذا إخلال بالواجب الإنساني والأخلاقي الذي التزم به التحالف أيضا عند بدء العاصفة، وهو التزم بحماية المدنيين وبالإعمار والاهتمام بالجانب الإنساني والأخلاقي. فأقول اللعبة كلها بيد الحكومة، عليها أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، عليها أن تعيد النظر في تشكيل اللجنة العليا للإغاثة، في عليها أن تعيد النظر في تفعيل وحدة المخيمات في مجلس الوزراء والتي هي أنشئت في عام 2009، نراها تعمل في المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثية بينما هي معطلة في المناطق المحررة. طيب، عليها أن تشكل لجنة مشتركة. طيب أستاذ طارق، تتحمل مسؤوليتها أمام هؤلاء النازحين. نعم. طيب أستاذ طارق، هي مسؤولية مباشرة مع الحكومة الشرعية كما تحدثت التي يجب عليها أن يعني تقوم بحماية النازحين وتوفير كل ما يحتاجونه، لكن يعني الرابط أو حلقة الوصل بين هؤلاء النازحين والحكومة الشرعية هي السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ووكلاء المحافظة وأيضا يعني مسؤولية السلطة المحلية، أين هم؟ لماذا لا نسمعهم يعني يتحدثون ويتخاطبون مع الحكومة الشرعية بصورة أكثر حزما من أجل إيقاف هذه الاعتداءات، من أجل أيضا لفت الأنظار إلى المعاناة الكبيرة لأبناء محافظتهم
ومديرياتهم ومدينتهم. نعم أخي الكريم، أيضا تتحمل السلطة المحلية دورا مهما في إبراز قضية معاناة نازحي الحديدة ومتابعة أمورهم وشؤونهم، وهي تعمل وأنشئت إدارة عامة أو تنسيقية لمتابعة عملية النازحين. ولكن أقول هذه الجهود لا تكفي، وهذه الجهود لا تؤدي، لا تعمل على حماية النازحين بالشكل الكامل. هذه الجهود لن تلفت الأنظار إلى الكارثة الكبرى التي يعيشها نازحي الحديدة من حيث العدد أو من حيث المعاناة أو من حيث الانتشار على طريق الساحل الغربي بداية من الخوخة وصولا إلى أبيان. فيجب فعلا على السلطة المحلية بذل دور أكبر وتشكيل أيضا لجنة عليا مصغرة في المحافظة تهتم بقضية الإغاثة وقضية النازحين. فالجهود التي يحتاجها النازحون جهود كبيرة، يجب أن تخصص لها قيادات أو كوادر فاعلة وتعمل على الترتيب والتنسيق مع الحكومة ومع المنظمات الدولية لتسويق قضية النازحين. نعم. وكسب المتعاطفين والمنظمات المانحة للقيام بدورهم. نعم. لكن أقول هذه الجهود هي بداية درجة أولى على الحكومة، وطبعا السلطة المحلية جزء من الحكومة، ويجب أن تتضافر هنا الجهود لخدمة هؤلاء النازحين. وطبعا حول نازحي الحديدة يجب أن تتحمل السلطة المحلية الدور الأكبر في المتابعة والتنسيق مع الحكومة للفت الأنظار إلى معاناة هؤلاء النازحين. طيب أستاذ طارق، أنا أقول يا أخي الكريم وأؤكد، هناك إهمال كبير، هناك تقصير، هناك لا مبالاة من قبل الحكومة، من قبل اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، من قبل أيضا وحدة النازحين، من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، من قبل مركز الملك سلمان، من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طيب. برنامج الغذاء العالمي، اليونسيف، تكاد تجد هذه المنظمات تتعامل مع الميليشيات الإنقلابية أكثر مما تتعامل مع نازحي طيب. المناطق المحررة. نعم. وهنا قد نجد لهم العذر، نتيجة عدم تنسيق ونتيجة عدم وجود قاعدة معلومات بياناتية، نتيجة عدم تواصل بشكل إيجابي ومرتب، نتيجة عدم وجود نافذة مع هذه المنظمات. هناك تتعذر هذه المنظمات بأنها لا تجد من تتعامل معه في مناطق الشرعية، بينما تجد هذا التعاون موجود في المناطق الميليشيات القادرة على سيطرة الميليشيا الإنقلابية. نعم. وهذه حقيقة طيب. مأساة كبرى. طيب أستاذ طارق، نعم، وهنا نؤكد على تقصير دور الحكومة. نعم. ونتمنى نأمل أن لا يكون هذا التقصير هو تقصير عنصري، كون معظم النازحين ذكرت هذه الجزئية أستاذ طارق. نعم. اسمح لي أن نشارك معنا أستاذ طارق من لحج، من محافظة لحج، سينضم إلينا الآن الأستاذ عمر الصماطي، مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في لحج، ومستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات. أستاذ عمر مساك الله بالخير. مساء النور، حياك. أهلا بك أستاذ عمر. هل يليق بكم أنتم في لحج وفي السلطة المحلية ومستشاري المحافظ أن تطال اعتداءات متكررة لنازحي الحديدة في محافظتكم، ولا نجد أي استنكار ولا نجد أي إيقاف لهذه الاعتداءات المتكررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة بلقيس على لفت انتباهها لمحافظة لحج وخصوصا بالنازحين الحديدة. طبعا نحن في شهر يونيو 6 في شهر 6 عام 2018 الأخ المحافظ أحمد عبد الله تركي قام بتشكيل لجنة طوارئ خاصة بالنازحين الحديدة وغير الحديدة الوافدين إلى لحج من محافظات الجمهورية التي فيها الحرب. طبعا اللجنة بدأت في حصر النازحين وتكوين فحص معلومات، وهناك جهود بذلت من قبل لجنة الطوارئ بتوفير الغذاء والمأوى للنازحين الذين بلغوا حوالي في من شهر 6 إلى شهر 7 حوالي 4800 نازح من الحديدة فقط. نعم. دون الأخوة من تعيد النازحين من تعيد الذين يبلغ أجمالي المحافظة لحج حدود 11000 نازح. نعم. طيب استاذ عمر، يولي اهتمام كبير في هذا الجانب. نعم. وبالنسبه للاعتداءات طبعا ليس نحن نصنفها انها اعتداءات، انما بعض الاخطاء التي وقعت في مخيم الرباط اخطاء لا تكون بالشكل ما وصلت اليه الاعلام من كلام،
جهود الاخ المحافظ وجه الجهات الامنيه بتشديد الحراسه على مخيم الرباط وكل النازحين الموجودين تحت حمايه الاخ المحافظ. ويعني ما حدث من اعتداء في مخيم الرباط من احراق 5 خيام حوالي، والان الجهود موجوده والبحث الجنائي احتجز 3 من النازحين الذين كان لهم اثر في هذا المشكله. نعم، إذا تحدثنا عن الأسباب التي تقف وراء هذه الاعتداءات المتكررة أستاذ عمر، وأنت ربما مطلع بصورة مباشرة، ما هي وما هي الدواعي التي تجعل هؤلاء الناس يعتدون على نازحين فارين من جحيم الحرب من الميليشيا الانقلابية؟ نحن مطلعين على أوضاع النازحين تحت جهود الأخ المحافظ ويوجهنا يوميا بالمتابعة في كل القضايا، وما حصل ليس له أي صفة سياسية وإنما أخطاء بعض النازحين أو من خارج النازحين الذي أدى إلى بعض الاعتداءات، لكن ليس هناك بالشكل نعم. وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي ولجنة الحديدة مشتركين في إدارة مخيم الرباط ومتابعين في كل القضايا الأمنية والتغذية. أمس أول أمس الهلال الأحمر الإماراتي يوزع حوالي 450 سلة غذائية. أرض الاستجابة الكويتية أيضا وزعت مشاريع على الخير، ينابيع الخير الاستجابة وتمول المشروع المياه والصرف الصحي للمخيم الرباط، وكل النازحين في الحديدة أعطيناهم الاهتمام الأكبر كونهم أخواننا ومتواجدين في محافظة ذاك. أستاذ عمر، كان هناك حديث عن خلاف حول هذه الأرضية التي يعني سكن فيها النازحين وهي ربما جوهر المشكلة بسبب هذه الاعتداءات المتكررة. ما هي حيثية هذه الإشكالية وهل تم حلها؟ أنا أقول بصراحة أول ما استجابت جمعية الشوكان الخيرية لإقامة مخيم في تحت رعاية جمعية الشوكاني والتي وفرت العديد من الخدمات منها الخيام والمياه وغيرها، هي بدأت بجهود من ذات أنفسها، لكن الدولة تدخلت بعد ذلك وتدخلت المنظمات الدوليه. وما يخص موضوع الارض، لا خلاف على الارض، طالما انه الانسان نحن مشكلتنا في محافظه لحج هو الاعلام المهول بطريقه اخر، لكن الارض هي ارض الدوله، ومؤسسه الشوكاني يعني هي من بدات باقامه هذا المخيم، ونحن كما تحدث اخر محافظ الوسائل الاعلام وكل المقابلات اننا ليس الان مشكلتنا الارض، اننا مشكلتنا الانسان المتواجد هو الذي نقوم بخدمته حتى. طيب، تحرك أطقم عسكرية تبع الأمن أستاذ عمر وتقوم باقتحام المخيم والاعتداء على المشرف على المخيم وأيضا إحدى المشرفات وضربها، ماذا تسمي هذا ولماذا يعني يذهبون يعني باسم الدولة يقتحمون هذه المخيمات؟ أخطاءات من بعض الأفراد وليس من قيادة السلطة المحلية، ولكنهم يحملون يعني بزة الدولة العسكرية وأيضا أطقم الدولة، كيف هم افراد؟ استاذ عمر، استاذ عمر هل تسمعني؟ ربما فقدنا الاتصال بالاستاذ عمر الصماطي، سنعاود به لكي يعني نرى منها الصوره الواضحه حول هذه النقطه تحديدا. اعود للاستاذ طارق سرور. استاذ طارق، اذا الاستاذ عمر مدير الوحده التنفيذيه يتحدث عن جهود كبيرة بذلوها للنازحين وأيضا جهود من السلطة المحلية والمحافظ لتأمين المخيم وتوفير الاحتياجات، وهناك سلال غذائية توزع من قبل مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وغيره من الداعم لهذه النازحين ومخيمات النازحين. هل فعلا هو بالمستوى المطلوب؟ أنت كفرد من أبناء الحديدة وتطلع بصورة مباشرة على أوضاع محافظتك والنازحين منها. الحقيقة هنا الجهود لا تنكر ولا أحد ينكرها ونشكرهم عليها، ولكن نقول بأنها لا ترتقي إلى مستوى الحدث، لا ترتقي إلى ضخامة العدد الموجود، لا ترتقي إلى المساحة الكبيرة المنتشر بها نازحي أبناء تهامة. نؤكد على أن قضية المخيم والاهتمام على من هم في المخيم يقتصر على فقط عدد لا يقارب عن 400 أسرة، بينما هناك يوجد 9000 أسرة متوزعين في مناطق مختلفة لا تصل إليهم حتى هذه المواد. الرعاية الذي يذكروها الإيواء، توفير الخيام، نعم متوفرة، توفير المواد الغذائية بالحد الأدنى وهي متوفرة،
بقيت توصيل الكهرباء والمياه، المياه تقريبا متوصلة، لا أدري قبل فترة كانت الكهرباء غير واصلة، أعتقد الآن أنها وصلت، ولكن أقول هذا مقتصر على عدد معين لا يتجاوز 400 أسرة، بالإضافة إلى أن قضية النازحين لا تقتصر فقط على من هم في المخيمات، قضية النازحين لا تقتصر فقط على توفير المواد الغذائية كما هو معلوم ومصنف، بأن قضية رعاية النازحين تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة الطوارئ والمتمثلة بتوفير الممرات الآمنة لهم والخروج من المناطق التي تبدأ بها أشكرك أستاذ طارق وصولا إلى وإيصالهم إلى مناطق آمنة وتوفير المواد الإيواء مواد الإيواء والخيام والتغذية، وتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية التي هي مرحلة الاستقرار. نعم. المرحلة الاستقرار والذي يجب على السلطة والمنظمات الدولية توفير تمكين الاقتصادي لهؤلاء النازحين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والمرحلة الثالثة. نعم. وهي العودة، وهي أيضا مرحلة لها. نعم. مهامها ومشاكلها الكبيرة. أشكرك أستاذ طارق. هذا هو. نعم. الفهم لقضية لخدمة النازحين، لا يقتصر الفهم على توصيل لهم سلة غذائية ما بين كل فترة وأخرى، ما بين كل شهر وآخر توصيل سلة غذائية وتغطية هذا إعلاميا. نعم. واعتبار. نعم. هذا كل شيء يمكن أن يقدم إلى النازحين. نعم، أشكرك أستاذ طارق، ويعني نضم صوتنا إلى صوتك، ونتمنى أن يسمعوا المعنيين وأن يعني يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة لنازحي الحديدة. شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق سرور الناشط والإعلامي، كنت معنا من عدن. وأيضا مشاهدينا الكرام، لم يبقى في حلقة اليوم لأن استعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نبدأ مع صديق البرنامج الأخ أمجد الفقيه، يعلق: نازحو الحديدة انطلقوا صوب الظلال باتجاه الريح جماعات وفرادى، انتعلوا شوك الخطى يحدوهم وميض الأمل، فجاء الوميض مبتورا وانصرم الحلم، وقد تركوا محافظتهم دخلوا عدن بكل ثقة وأمان، ليس لأنهم الأقرب بل لأنهم الأكثر ألماً من محافظات اليمن والأكثر مرارة وتجربة، ولكن ما يحدث لهم يجانب العقل والصواب. أمجد الفقيه. رأي آخر أيضاً صديق البرنامج حسين السلال. حسين السلال: الشرعية هي المسؤولة عن حمايتهم. حاول تسرع لنا يا أستاذ عمر. والمنظمات الدولية والسلطة المحلية وحال النازحين يرثى لها، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسين السلال. رأي أيضا ثالث من صديق البرنامج محمد السامعي، يعلق: أبناء الحديدة يعيشون مآسي متعددة، يتعرضون للقصف والحصار داخل المدينة والتشرد والشتات في المدن اليمنية. في طريقي من المهرة إلى عدن وجدت نازحي الحديدة أسوأ وضعاً من لاجئي الصومال. محمد عبد الفتاح السامعي. ونكون بهذا الرأي مشاهدي الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين. أشكر الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.